صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحبه ضياء إليه شوق قلبي ومنه وحي ربي أتى لنا إماما وهديه ضياء محمد حبيبي هداه نور دربي فقل معي سلاما لخير الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم الصحة والعافية. أيوة هذا ميكروفون. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب ويبارك فيكم، يسعدكم ويرضيكم ويعطيكم يا رب العالمين. الحمد لله أنه اجتمعنا مرة أخرى في هذا المكان المبارك، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما ويجعل تفرقنا تفرقا معصوما. اللهم آمين. اللهم نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. يعني يمكن الموضوع اليوم ليس بالغريب على أحد، ويمكن العنوان ربما البعض يتساءل، يعني مو الموضوع اللي بتتكلمي فيه، ولكنه العنوان باين، خماسية الهوى. وأنا يوم أتكلم عن الهوى ما مال حبني وحبك، لا ما هو هذا الهوى اللي أتكلم عنه، إنما أتكلم عن هوى النفس وأثر هذه الهوى في أنها هي تمنع الإنسان من أنه يحقق تغيير. أو مثلا على سبيل المثال يعني يشفى أو يعافى أو ينتقل من مكان إلى آخر، والسبب عندما تقوى الهوى عنده. متى تقوى هذه الهوى؟ متى تقوى؟ متى تصير قوية وتسيطر علينا؟ ومتى أستطيع أنه أنا أسيطر عليها أو كيف أقدر أتحكم فيها؟ ولكن قبل كل شيء خلونا كذا نراجع. الإنسان لديه عدوين، ما هما؟ الشيطان والنفس. الشيطان يعتبر عدو خارجي طبعا بأنواعه، شيطان إنس ولا شيطان جن. والنفس أيوة، أما النفس فهي عدو داخلي من داخل الإنسان. المشكلة ما في الشيطان، لأنه الشيطان واضح إنه هو عدو، لكن المصيبة العظمى النفس اللي أساساً داخل وما قادر أفهمها ولا أعرفها ولا أدرك حتى متى تتحكم فيه، لدرجة إنه أحياناً الإنسان ما يعرف يميز يا ترى هذا موسوسة للنفس ولا الشيطان، منهم موسوسة لي. ولكن أبسط حاجة، الذي يوسوس لك في الطاعات شيطان، في العلاقات شيطان. العلاقات بمعنى أنه الشيطان يريد أن يفسد ما بينك وبين الله، هذه علاقة، وبينك وما بين نفسك وما بينك وبين الآخرين، كلها علاقات. فدائما الشيطان ينزغ أي حاجة بيننا وبين الآخرين، أحيانا سوء فهم ممكن يسبب مشكلة وقطيعة، وهو يعني هوايته. أحيانا حاجة ما فاهمينها كاملا ونبدأ إيش نحكم على إنسان، هذا الحكم يخلينا نقاطعه سنوات. ماله ما فرقت أحيانا سحن
بين قارة وقارة؟ ما فرق؟ فرق. وأحيانا أطفال مع بعضهم البعض أيضا نجد إنه يتضاربوا، فالقارة تزعل من القارة وتستوي كبيرة، والشيطان يفعل ذلك. إذن الشيطان مشكلته أو دائما تدخله إما في الطاعات، يعني لما تجي تصلي تجي تتوضي وانت تريدي تتوضي بعدين قال ليش وضوء إيش غلط، وضوء إيش ما صح، أو جاي تصلي وقال ليش أنت مو ذا الصلاة وتصليها، ربش ما يقبلها، إلى آخره من هذا الكلام، عرفي هذا الشيطان. طيب إذن العدو الأول اللي هو الشيطان. الشيطان مشكلته طاعات، لأنه يعرف أن في الطاعات إذا ظل الإنسان مواصل على الطاعات يعني هو موصول بالله، يعني هو موصول بالله. وأيضا إذا كانت علاقته مع الآخرين زينة هو في قمة سعادته، لأنه الإنسان ما يحب يكون في مشاكل مع الآخرين، فهو ما يريد الإنسان سعيد. طيب هذه مداخل الشيطان، ماذا عن مداخل النفس؟ مداخل النفس ثلاثة، اللي هي الجهل رقم واحد، الغفلة رقم اثنين، الهوى. كيف يعني؟ يعني اللي يضيع على الإنسان من إنه هو يتغير، من إنه هو يتغير إلى إنه يصير من حاجة إلى حاجة، ثلاثة أمور: إما جهله أو غفلة أو الهوى. تعالوا نفرق بينهم شوية هذلا، لأنه أحيانا الناس ما يكون عندها خبر إنه هي أصلا غفلة، أو ما يكون عندها خبر إنه هي جاهلة. على سبيل المثال تجي تقولي حل طالبة من الطالبات، تقولي لها يا ماما رتب الحافش، هذا الحاف ما ينفع بهذه الطريقة، ما ينفع الحافش، أو بمعنى صح هذا الحاف ما سترنش بطريقة صحيحة. فهي ما عندها معرفة كيف خصائص الحجاب، مو هي خصائص الحجاب، فتقول أنا ما أعرف. هنا هي جاهلة بالأمر، فهي لبست الحاف بناء على اللي شافته، لكنها ما عندها معلومات. فتجي معلمة مثلا التربية الإسلامية أو الثقافة الإسلامية تقول لها لا الحاف هذا غلط، فتبدأ تعلمها ما هي، ما هو مواصفات الحجاب الشرعي، تقولها كذا كذا كذا. الآن أصبحت كانت مالها جاهلة، فأصبحت الآن تعلم. الآن عندما ينتقل الإنسان من الجهل إلى العلم، من الذي يحكم بالتصرف؟ النفس. الحين هي تقرر هلبس ولا ما ألبس، هنا هتتبين حقيقة هل أنا متحكم في الهوى ولا لا أنا أتبع الله تعالى. لكن في البداية هي جاهلة وبالتالي لا يعول عليها، لكن الله تعالى علمها. بعد العلم خلاص تقام عليها الحجة، هي عرفت. طيب هذا الشخص هذا هو اللي قرر بناء على حجم الهوى في داخله، قوة الهوى. فإذا كان الهوى عندها مسيطر عليها، فممكن إيش تسوي؟ بتقول يعني بخبركم الحين خمس ردود ممكن الطلبة يردوا عليكم فيها لما تتعاملوا حتى مع بناتكم، خمس ردود ممكن يتواجهوهن. طيب هذا بالنسبة للجهل. ماذا عن الغفلة؟ من هو الغافل في رأيكم؟ الله المستعان. من هو الغافل؟ ها؟ الغافل هو الذي يظن أنه على حق وهو على باطل. هو يظن أنه على حق، هو حسب معلوماته أنه أنا ماشي صح. مثال، مثال امرأة انزين يقولوا لها يا بنت الحلال تعالي حضري معانا
مجلس ذكر، فايش تقول؟ لا ما تقول اعرف كل شيء، تقول عندي بيت واولاد ومسؤوليه، فهي اولى. فكل وقتها ماله؟ حال البيت. طيب وين 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 الجزء اللي متعلق بعبادتش مع الله تعالى من ضمنها؟ قالت أصلي وأصوم. طيب هل هذه العبادة كافية وانت ما تتزودي من أهل الذكر أو تتزودي من مجالس العلم أو من مجالس الذكر؟ ما كافية. ولذلك هي على بالها انه هي جالسة تأدي بشكل صحيح، فتقول أنا طايعة ربي وأقوم بشؤون بيت، ما غلط. لكنه هي وصلت إلى مرحلة فيها تطرف، بمعنى أنه العناية خلتها تظن أنه هي هذه كلها حياتها، حصرتها في شيء معين، فأصبحت هي غافلة. يعني إيش غافلة؟ يعني بعيدة عن حاجات ممكن تقع فيها أو تستفيد منها. فمثلا تجدها لأنها أصلا ما تحضر مجالس ذكر على سبيل المثال، مثلا طريقة الوضوء ما صحيحة مالها، فهي على بالها أنه أنا خلاص كل شيء عندي، فما تعرف أنه مثلا وضوءها في مشكلة، هي كل ظنها أنه ماشية صح، هي تصلي تصوم لكنها قائمة على جزئية واحدة أو مركزة على جزئية أو جانب آخر. والغفلة يأتي معها أيضا أمور ثانية مثل اللعب واللهو، يعني مع الغفلة هذا اللي كلهم شلة، اللهو واللعب. على سبيل المثال الحياة كلها لعب ولهو. إيه الحياة كلها لعب ولهو، الحياة كلها، لكن ما الأصل أنه ننغمس في اللعب واللهو؟ يعني صح الحياة ملهية و أصلا مؤقتة، لكن ما الأصل أنه ننغمس فيها؟ ما الأصل أنه أنا إذا هي لهو يعني أنا ألهو، وإذا هي لعب يعني أنا ألعب؟ أيوة. فالغفلة واللعب واللهو هذولا دائرة واحدة. من زين إيش مشكلتهم هذيلا؟ مشكلتهم أنه هذه الأشياء تبعد الإنسان عن الحق، فيظن أنه على حق، فاسمها ملهية. مثال واحد يقوم على تجارته، تمام، شغال على تجارته 24 ساعة، قال لك لماذا؟ قال له لأن الله تعالى ما أمرنا بالعمل. هو يقول شوفوا يعني هو القاعدة ماله، الله تعالى أمرنا بالعمل، فهو معتقد أنه حياته أيوة، ولأنه العمل عبادة. فإيش شوفوا المفاهيم اللي عنده، هذه المفاهيم مفاهيم خاطئة، فإيش تخليه؟ حتى ممكن أنه يقصر في أولاده، في عبادته، في أشياء ثانية، في صلة أرحامه إلى آخره. ليش؟ لأنه هو مركز على حاجة واحدة، يقول لك عشان أنا أولادي يعني أول شيء أكفهم عن السؤال، أغنيهم عن الناس. طيب كلامك صح، لكن ماذا عن وجودك بين أبنائك؟ طيب أنت جالس توفر لهم أكل صح؟ توفرهم المعيشة الطيبة، ماذا عن تربيتهم؟ مو تعرف عنهم؟ انت جالس تكرف تجيب لهم فلوس، ممكن واحد منهم يطلع تاجر مخدرات او مدمن مخدرات. فهو ايش؟ ملتهي بالتجاره غفله، يعني التهى بالتجاره، هو ما فاهم انه في جانب اخر. الصوت عندهم تصليحات. اه صوتهم بعده قوي، تعاد صراع انا وياه. إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله صوت الحق إن شاء الله، وهو حق وهو على حق ويعمل. إنزين، إذن ممكن يكون مسألة إيش؟ اللهو والانشغال بالتجارة، هو عمل حلال، جالس يعمل عمل حلال ما حرام، لكنه هذا العمل أبعده عن أشياء ثانية، فأصبح عنده كأنه نوع من أنواع التطرف في التعامل، وهذه غفلة. أيوة جات أيوة حاجة على حساب حاجة، وهذه هي غفلة. أيضا أحيانا الطالب الغفلة ماله إنه يلعب باللعبة، الأولاد خاصة البلاي ستيشن، يلعب يا بابا مذاكرة، أنتوا يا مسلم لا تقتل المتعة،
يا مسلم لا تقتل المتعة. إنزين ترى المتعة ساعة ساعتين، ما طول اليوم. اللعب ما طول اليوم، لا صلاة لا عبادة، لا مع الأحياء لا مع الأموات، 24 ساعة في ذيك اللعبة، ما تسمع إلا الصريخ ويتنازع، ما تعرفي مع من، ما تعرفي أي فريق في أي دولة، وهم في احتكاك، والأيام تمشي. ولما قال اختبار بجدار الصفر، أيوة. والمشكلة إنه يقول أنا ذاكرت، فيظن أن المذاكرة اللي هي قبل الامتحان بس نص يوم، يا ريت بعدها شيء منهم كذا يفروا الكتاب. قلت أنا فاهم منه أصلا ده، ما بقى خاصة الإنجليزي. طبعا إحنا كلنا أولاد الإنجليزي، ما شاء الله عليهم أولادنا الإنجليزي مفرتكين إحنا عندنا. فهذه أيضا واحدة من الأسباب اللي تبعد الإنسان عن التغيير، لأنه ما مدرك خطورة ما هو فيه. طيب عندما يدرك، متى يدرك الإنسان؟ متى يدرك؟ هل لما الله تعالى يعلمه، ولا في شيء ثاني يخليه يدرك؟ إيش هو؟ ما بعض الأحيان الله يعلمه، في بعض الأحيان من تنتهي فترة الدراسة ويبدأ بسوق العمل. هنا يبدي يعني إنه لو أنا درست، لو أنا يعني لما يمر موقف، أيوة. بس الموقف ماله مو يسبب له ألم أو صدمة، يعني الإنسان. لكن الأم لازم يعني بين فترة وفترة يعني أدخل عندي وأقول مثلا كذا، في حديث كذا في بيدخل بيت. لا مش لا المشكلة أنا أقول لك حاجة، بالنسبة للمراهقين بالذات اللي في رأسهم يسووه، لو أنت تقرئي لهم القرآن كامل تحت إذنهم اللي في رأسهم يسووه، ما زالت فهمهم لأنفسهم ما بذيك، لأنه أصلا ما زالوا في مرحلة تكوين. إيش تكوين؟ يعني بعده نفس ما فاهمينها أصلا، فتجد أنه شوية متحكمة فيهم، عناد، رفض يرفض النصيحة، يعتبرها إيش؟ تسلط عليه، إنه أنتوا تقتلوا المتعة، أنتوا ما حاسين، إحنا مضغوطين، أنتوا حارميننا، أنتوا كذا. فهم ينظروا إلى النصيحة على إنها شيء ضدهم، فتجديها صعبة. لذلك الإنسان لا يشعر بأنه في غفلة أو في جهل حتى يقع في نقطة يتألم فيها. أيوة مشكلة، وهذه المشكلة تشعر ماله بالألم. لذلك قد يكون بعض منا أتى إلى مجلس ذكر رحمة وتوفيقا، لكن بعض منا جاي وهو يبحث عن راحة من ألم، لأنه عنده مشكلة ما فهو يريد يبحث عن راحة فيها. طيب الألم هذا مو يسوف الإنسان، يجعله يتساءل، يسأل أنا مو في، أنا ليش كذا حظي، ليش عندي مشكلة معينة. ترى هو ما فاهم أنه عنده جهل أو غفلة، فيبدأ يتساءل. الآن الله تعالى عندما يسأل الإنسان يدله، على سبيل المثال لما تكون امرأة حياتها مثلا كلها مكلكعة كما يقولوا، حياتها مبهدلة، تجد أنه قلبها كأنه يقول لها روحي مع جارتش مجلس ذكر، ففي مجلس الذكر ينطق الله اللي تتكلم أو اللي حاضر كلمة تلامس قلبها. فإذا لامست قلبها الآن خلاص هي عرفت، لأنه تلامس قضية عندها. الآن القضية وإيش؟ كيف ستتعامل مع المعلومة اللي عرفتها؟ وهنا المصيبة الأكبر، لأنه هنا الجهل خلاص راح، والغفلة أيضا راحت، أصبحت تعلم. والآن بعد أن تعلم من اللي يجاوب؟ هل تجاوب جواب الحق وترد وتعمل، ولا تترك الحكم للهوى؟ طيب كيف أعرف أنه اللي متحكم فيه الهوى؟ قال لك خمسة أشياء خماسية للهوى تمنع الإنسان من أنه هو يتغير، من أنه هو ينتقل من حالة سيئة
إلى حالة. وعلى فكرة أصلا هذه الخماسية هي التي تقضي على الإخلاص، وحتى ممكن تراجعوا نفسكم فيها وتشوفوا نفسكم. رقم واحد، وعموما هي كلها تبدأ بحرف الكاف. عافية، كلها تبدأ بحرف الكاف. رقم واحد كبر، هذا الكاف ترى مشكلة يوم يجي في البداية، أكبر مشكلة للكاف لما يجي في البداية. حرف الكاف حرف مو نسميه احنا حرف تكتل. حرف تكتل، ايش يعني تكتل؟ تعرفي انت لو واقفة عند باب ومتكدسين ناس، تعرفي تدخلي؟ تعرفي تمري؟ فإذا هو حرف تكتل، ايش يعمل؟ غلق، يعمل عملية غلق. فالكبر، الكبر ما هو الكبر؟ غمط الحق وايش؟ غمط الحق وايش بعد؟ انكار الحق وغمطه، لا غمط الناس، انكار الحق وغمط الناس. ايش يعني؟ يعني تجي تخبريه مثلا معلومه، فايش يقول لك؟ ما صحيح، ينكر، جيب دليل من القران، المعلومه ما صحيحه، فايش على طول ينكر. ثم ما بس كذا، وانا بحكي لكم حكايه، شوفوا كيف ماذا يفعل الانكار في الانسان. وهذا حكايه حصلت في مره من المرات، كنت مسويه دوره اسمها حديث الاعماق، كنت اتكلم فيها عن القرين. ففي واحدة كانت تتابع بصمت، وهي على بالها انه هذه امل مال قوانين الجذب ومال الطاقة، مقتنعة، ولكن قالت اوين عاد انها تبحث عن الحق، وهذه المصيبة، انه يظن انه هو يبحث عن الحق ولكن هو في غفلة. فجاءت وقالت، لما شافت، كانت أظن حتى رخيصة، صح؟ كانت رخيصة. فهي إيش قالت؟ أرمي البيستين هذه، يعني استفدت، ما استفدت ترى ما واجد. المهم دخلت، شوفوا اللي باغي الحق أول حاجة يسويها مو يسوي؟ قبل النية يعني، أو النية ما مشكلة، لكن مو يعني يقصد بالنية. يعني أنا يوم أروح أبحث عن الحق، مو الأصل، يوم أنا أروح أريد الحقيقة أو أبحث عن الحقيقة، هل هذا الكلام حقيقي ولا ما حقيقي، مو يفترض أسوي. إحنا عندنا في التجارب يوم يكون عندك تجربة، في حاجة اسمها عوامل مؤثرة. إيش يعني مؤثرة؟ يعني في أمور ممكن تؤثر على قراري، فمو أسوي فيه هذه الأمور، أبعدها أول شيء. فأنا لما أروح أبحث عن الحق، أول شيء معتقداتي كذا عند الباب أعقها، هي جايبة المعتقد مالها اللي هو أنه أمل مال الطاقة بس، فهمي؟ يعني داخلة علي الدورة مش عشان تبحث عن الحق، هي داخلة ومعاها المعتقد، يعني داخلة الدورة وهي عندها المعتقد. طيب أنا عندي المعتقد، لما يكون عندي معتقد مو يعني أبحث عن كل شيء يخص المعتقد، حتى لو ما واضح أصيده من حيث يكون، وأبدأ إيش؟ أجادل الآخرين فيه. طبعا هي بعد ما خلصت الدورة رسلت رسالة على كل الأرقام مال المنسقات، وصلتني شخصيا وحده، يعني واحد من الأرقام وصل عندي، شفت الرسالة. والرسالة شوفوا يعني أقولكم، اللي ما يريد أصلا يبحث عن الحق بتعرفوا كيف يتصرف. رسلت لي رسالة قالت لي، أنت تكلمتي عن القرين وقلتي إن القرين هو كائن أصلا موجود داخل، وهو يعبر عن أفكارنا السلبية وكذا، هو هذا القرين، مو أدلة تش. إنزين، طبعا هذا حقها،
أنا بالنسبة لي السؤال حق ولها الحق أنها تناقش، ما عندي أي إشكالية في ذا الموضوع. أصلا إذا جيت وقلت حال إنسان أعطيني دليل وقال ليش ما عندي دليل، هذا خطف عنه وركضي، لأنه هذا ماله لا يمشي على حق، ما عنده دليل، هذا كيف أخذ من عنده؟ وجيت أنا وحك على عمري بس أتذكر مو سويت، كتبت رسالة عفو يوم أول في تلفون كذا، ها ملول مو اسمه ذاك التلفون البقلي، وتقير رسالة ناقصة جزء ناقص، صفحة ورا صفحة ورا صفحة ورا صفحة، ويجي 20 صفحة. تخيلوا جلست أكتب يمكن ما يقارب الله العليم ما أعرف يمكن نص ساعة، أنا أكتب لها إجابة على سؤالها بحيث أنه أوصل لها الفكرة بالتفصيل وبالأدلة، الآية الفلانية والآية الفلانية، والله تعالى يقول لك هنا كذا، والله تعالى يقول لك هنا كذا، والله تعالى يقول لك هنا كذا، وهذا الحديث ويؤكد على أنه كلام الله تعالى، وهكذا يعني. المهم أنه بالتفصيل أعطيتها إياه بالآيات وبالأحاديث وكل شيء. طبعا وأنا مجتهدة، تخيلوا أنتوا بس أنتوا شوفوا الآلية حتى تروا أنه كما قلت لكم هناك فرق بين من يريد الحق وبين من يريد أن يثبت معتقده بس. وردت علي قالت لي بعدين أرد عليش، يعني تونتي 600 تليفون راسلة ورنات باغية إجابة، وجاوبتها في النهاية قالت لي بعدين أرد عليش. قلت لها لا بس تو أنا على بالي إيش تسوي، تتفكر في الكلام وتراجع وتشوف هالكلام منطقي ما منطقي، ينفع ما ينفع، ما في بس. عطيناها أظن أن كانوا الكلام الظهر نص الليل، ردت علي أول حاجة قالت لي رسالة صوتية، طبعا أنا فلان الفلاني بنت فلان، وأنا تعلمت كذا وكذا 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 وكذا، وأنا من يوم صغيرة ما عرفني حافظ الكتاب الكذا وكذا وكذا، وأبوي معلمنا القرآن وكذا وكذا وكذا. وبعدين قالت بصراحة أنا مصدومة. من مو مصدومة؟ مو هذا الكلام اللي أنت تقوليه، أنا آخر شيء توقعته. شوف شوف يعني تخيلوا ولا دليل مسكت ولا حاجة، إنه أنتي الكلام اللي تقوليه بصراحة ما منطقي وما يقبل عقل ويعني ما صحيح، وأنا نصيحتي حالش بتعدي عن درب الطاقة، وأنا يعني بصراحة ما أريدش الدخل في هذا الدرب، وأنا لك من الناصحين، وأنا وأنا وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبمن ذي، واحدة كانت تسألني تو واحدة تنصحني، ما فهمت. طبعا خلاص أنا فهمتها. لا وقالت أنا كنت أتابعش وبصراحة بغيت أعرف مود الدورات وانت تقدميها. طبعا لما أنت تشوف كذاك أنا شوية يعني وقعتني الأنا، وجيت قلت ما إشكال برد عليها. مو قلت لها طبعا أنا في جزئية أخطأت فيها والحق يقال، لما هي قالت أنا 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 رحت نوبة أنا سطرت لها أنا 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 واحدة بوحدة، فرحت رديت عليها نوبة أنا فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني ودارسة كذا وكذا 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 وقدي كذا وكذا وكذا، وقبت لها كله جدودي وعمامي وكلهم قبتهم. بعدين قلت لها أنا أسألك سؤال، أسألك سؤال، أنتي شفتي إجابتي؟ راجعتي الكلام اللي أنا كتبته؟ فكرتي فيه؟ بعدين هي حست أنه أنا يعني قلت لها أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة في أنه أنا أسمع النصيحة، لكن المشكلة أنه أنا أشعر أن أنتي ما قرأتي الكلام أصلاً، أنت هجمت علي لأنه في رأسك معتقد، وهذا المعتقد لما أحارب ولما يجيني حق وأشوفه وبعدين إيش أسوي؟ أنكر.
وأقول ما صحيح. وهذا مو يسمى، هذا ما يسمى كبر، التكبر على الحق، لأنه جاب الدليل. طب انتي تشوفي انه ما منطقي، الاصل اذا انا شفته ما منطقي ما لي يفترض اجيب دليل ضده؟ صح، اذا هو ما منطقي اجيب دليل ضده، ما اجيب حياني كلهم وقدودي، صح ولا لا؟ ما هكذا الحق، احنا ما نحارب الحق بالاجداد ولا بالاعمام ولا بالحيان، الحق بالحق. طيب المهم هي شكلها كانه حست انه وين انا زعلت او شيء كذا، فتقول لي أنا ما قصدي يوم أتكلم عن حيان، بس أنا قصدي أن أريد أقول لك أنه أنا فاهمة، أنه أنا عارفة، أنه ترى هذه أسوأ عندي. أن يدعي الإنسان أنه هو يعرف، هذه وحدها مصيبة. هذه وحدها مصيبة، أن تدعي أنك تعرف وعارف، هذه وحدها مصيبة. المهم قلت لها سمعي، بعد المصيبة طلع شيء. قالت أنا مشرفة وابي ذي ربيعتنا، هذه تبعنا، هذه معانا مثل حلال، حنو نفس الدائرة، وش المشكلة يعني؟ ما فهمت. فبعدين أصرت مرة ثانية، قالت أنا أحبك في الله وما أعرف ويش. قلت لها أنت تحبيني في الله، بس هي صح في كلمة قالت، أنا ما أتذكر، بس هي ذيك الكلمة اللي قلت لها فيها لا أريد محبة تدعو علي أو شيء كذا، يعني أنه لا تطيح النار أو شيء كذا يعني في كلامها. فأنا كنت أصلا قلت لها أنا ما أريد هذا النوع من الصحبة اللي أصلا تقول لي إيش كانت تقول لي؟ أيوة كانت تهدد بأنه تفضحني. أيوة قالت لي أنا إذا شفت أنه الأمر أنت ما وقفتي عنه أنا بفضحش، بفيما معناه يعني، وأنا أحبك في الله. قلت لها أنا أول مرة أسمع واحد يحب في الله ويفضح، مو نوع المحبة ذي، ما فهمته. الحاصل والشاهد في الأمر أنه أحيانا تقابل ناس يقادلوك، ولذلك ترى الجدال وقت خطير. الإنسان عليه أن يسأل نفسه قبل كل شيء، أنا إذا جاء أحد وقال لي اللبس الفلاني غلط، طب ممكن تعطيني دليل؟ واحدة تجي تقول لي بس الحجاب ما فرض، لا أنا بعطيش دليل إنه فرض، كذا 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 أفسر لها. طيب مثلا تقول لي مثلا الموضوع الفلاني ما صحيح كذا، أقولها طيب الدليل الفلاني، إما أدلة كما يقال أدلة اللي هي نصية من القرآن، أو أدلة عقلية، دليل عقلي، دراسات أو غيره أثبت لها إنه هذا الأمر صحيح أو غلط. إذا قالت إنه ما عاجبني أو 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 غيره، هذا شيء راجع لها. الشيء الآخر الكبر أيضا إيش هو؟ إنه الناس يكون عندها تحزب وتعصب، وهذا من الكبر. كيف؟ لما تقولي حال إنسان اقرأ من فلان، قال لك كذا فلان فضايح، هذا فلان قايلين عنه هذا ملحد، طب ممكن يكون عنده العلم، هذا الملحد ممكن يكون هو عنده العلم. فتجده مثلا سمع معلومة عن شخص انه هذا الانسان يتكلم بالطريقة الفلانية، لا تسمعه، عمل ايش؟ حكم. طيب انت لما عملت حكم حاجب، هذا حاجب مانع، الكتلة الكبر مانع الكاف، انت ممكن تكون ابعدت نفسك عن الحق، لان الله تعالى قد يضع الحق في فم ذلك الملحد، انت ما تعرف. فواجد ناس ايش تسوي؟ اسمع من فلان وما اسمع من فلان، حتى لو فلان يدهيبه عادي، كبر. ليش؟ ما يعجبني، ما لازم يعجبك. المهم ما الذي يحركك؟ فلان أصري إنه اللي يحركك عشان تبحث عن الحق، ولا الحق نفسه؟ هل فلان الذي يحركك؟ يعني أنا يوم أسير مثلا يوم أروح مكان أتعلم، وهذا أيضا يعني يفترض، أنا لأنه هذه فلانة أحبها بحضر لها، فلانة ذي ما طيقة، ما سير
ليش؟ ما طيقها، ما تدخل طيقها، توقع لي في وادي ما طيقها. يوم اشوفها ما تعجبني، ما تعجبني. اي اي صح، ما في ناس ما يسألوا من يعني ما يقولوا نحن نبحث عن الحق من اي كان، ما له علاقه. لا، في تصنيفات، وهذا نوع من انواع ايضا الكبر. طيب رقم 2، الكاف، الكذب. ان تنصحي انسان ثم يقول ليش لا انا ما عندي مشكله اصلا، وعارف انه عنده مشكله. انت يا فلان ترى حياتك فيها مشاكل متبهدله، فيمكن انت صلاتك يعني تحتاج تعيدها، يحتاج ترتبها، يحتاج تتاكد. يقول لك لا 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 انا اموري طيبه، ما عندي مشاكل. انتم من قالكم انه عندي مشاكل؟ انت تشوفين انه عنده مشاكل، تكوني عارفه. هذا ايضا الكذب على النفس والكذب على الناس. هذا الكذب ايش يخلي الانسان يتغير؟ هو ما يريد. واحيانا اولادكم فيك شيء؟ لا ما فيه، لانه ما يريد، ما يريد تغيير. طيب رقم 3، وهذا مصيبة المصايب، الكلف. مو هو الكلف، الكلف ما هذا اللي يجي في ال... ايش الكلف؟ التكلف. ايش التكلف؟ له اسم اخر. وهذا متى يحدث؟ مجاملة ولا مجاملة؟ ايوه، بس متى، متى انا اكلف نفسي واجامل الناس؟ ها؟ يعني واحد ما يريد اقتنع وانا جالس عليه اريد اقنع وما يريد من لا لا لا، يعني ايش ايش اللي يخليني اتكلف، او بمعنى اصح اجامل الاخرين؟ شكلش انتي يعني مش طيبة متأكدة. الكلف يقصد به التعلق، اللي يخليني اخاف الناس واخاف افقدهم، فيجعلني ايش؟ وجامل. على سبيل المثال، يطلب مني مهام او اعمال، وانا عارفه انه هذه الاعمال ممكن تضيع لي وقتي، في حين انه انا يفترض مثلا على سبيل المثال الان وقت صلاه او وقت قراءه قران، بس جات اتصلت باختي وانا ما ابغاها تزعل. طب انا هذا الوقت متعوده احفظ فيه، بس هي ايش جات وطلبتني، فايش تقول لها؟ انزين بقي معش. طب انتي عارفه انه هذا الامر ماله في سعادتك. عندما تصبح سعادة الآخرين مقدمة على سعادتك، فإن ذلك سببا يجعلك تذوقين الويلات وما تتغيرين. عندما يصبح الآخرون مقدمون على نفسك، وانت جالسة تسوي شيء مفيد، ثم تبدأ تتنازلي عن هذا الشيء لأجل الآخرين، وهذا شيء ايش بيخليش اصلا ما تتقدمي. ليش؟ لانه كل يوم مره انفذ كلام فلان ومره اساعد فلان. طيب انت متى تسوي حال نفسك؟ ولذلك نعم، يعني ما يعارض هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الانسان، يعني فيما معنى ان الانسان اللي يسعى من سار في حاجه اخيه قصدش هو. ايوه يعني هذا اجر عظيم. انا فاهم ليش انا قصدش انه خليله وقت، بس سبحان الله في ممكن يجي يعني انسان يعني يطلب منك حاجه في وقت انت فعلا يكون عندك ضيق الوقت هذا، بس لابد انك تساعديه في هذاك الوقت. يعني هو نفس الشيء هذاك الوقت اذا ما نفذ الشيء اللي عنده، نفس الشيء ممكن مثلا موعد مستشفى، ممكن يعني مريض او شيء، يعني اقصد كذا انا. انزين هذا وين المشكله؟ المشكله انه هو ما عارف وايش الاولويات. يعني كيف؟ يعني ما عارف ما هو الاهم وما هو المهم. ايوه، لانه هو هي المساله مش دائما هنا، ولكن هي هنا ايش؟ انه كثير من الناس تعطل اعمال مهمه من اجل اعمال يمكن ان تؤجل او ما ضروريه. يعني أنا مثلا أختي، أنت لازم اليوم تروح السوق؟ طب ما في حد بديل؟
طب ما في حد يشلش؟ طب انا صراحه اقولها انزين انا عندي حفظ في هذا الوقت ما اقدر، ممكن تنتظري بعد ما اخلص؟ لا، هو يتنازل عن الامر مباشره وتروح شالتنا. فهي الفكره ما فكره انها ما تساعد، فكره انها تقدم عملا نافعا، يعني تقدم عملا اقل نفعا من عمل نافع. هنا التعلق ايضا، التعلق. مثال، انا احب اذل المتزوجات، تعرفني صفيه احب اشاكسهم. زين، مال هذه المتزوجه المفروض تروح، هين تروح؟ لا، في بيت زوجية، الأمور طيبة، في بيت زوجها، المفروض تروح مجلس مدرسة مثلا أو عمل مثلا، أو خلي أنت العمل، وهذا بتقول ليش لا، طاعة الزوج مقدمة. صلاة، غاية صلاة، جلس شوي بقى أكلمش، نزل الصلاة خلاص بيفوت وقتها، جلس شوية بقى أكلمش، تجلس. صايدة ما جلست، قالوا ما طاعت زوجها وخاف دخل النار، وصاع وين ذاك الزوج، قنتها ونارها. سير عقب أي نفعش خلاف. كل يوم بيأخرش عن الصلاة، فيوم تقعد تصلي والوقت ماله ضيق متأخر، هذيك الصلاة الله المستعان. هي الصلاة حال وحال، هذه وقتها ترى هي وقتها، لكن احيانا الام مثلا او الاولاد مثلا شوفوا ايضا من ضمن الاشياء اللي فيها تعلق، كم من المرات، وخلينا حقانيين، امرأة بكامل حجابها وبنتها الله المستعان، ما صح؟ لما تجي تسأليها ليش بنتش كذا، مو تقول ما رمت لها، هي في واقع الأمر تخاف على زعلها، تخاف في بعض الأمهات يخافا من أولادهن، وهذا تعلق، ما تريدهم يزعلوا، تدخل النار عادي تزعل. إيه، فإنه تدخل النار عادي، ترى هو هذا معنى. أنا ما فاهم الآن إنه أنا خوفي منهم في واقع الأمر يوقعهم في شر أعمالهم، وأنا تورط أنا وهم، هذا أيضا تعلق. وكلكم مسؤول عن رعيته. رقم أربعة، غير الكلف، رقم أربعة اللي هو الكسل. الكسل، عرف الحق لكنه يسوف. إنزين، ما في شيء يعني كذا سريع. وهذا على فكرة، حتى إحنا عندنا لما يكون في جلسات أو كذا، تجي واحدة مثلا تريد حل كذا، غمض عين فتح عين كل شيء حل، ما تريد تبذل أي مجهود، فيصير إيش؟ تأجيل تأجيل تأجيل. إنزين، ما في يعني تأجيل للعبادة، تأجيل لمواطن الخير، ليش؟ يا الله. او احيانا شوفوا الكسل، من ضمن الكسل النشاط بالفجر والكسل بالفجر، ها؟ اذا تكسلت الفجر انخفت على طول، واذا تكسلت الفجر انخفت على طول. هذه معلومة جديدة، هذه معلومة جديدة حقيقة. النشاط هذاك اليوم كسلتي يعني يبدا من البداية، قصدش اذا انا نشيطة من البداية، اذا انا نشيطة بقية اليوم، اكيد اكيد البركه في البكور. عوين قربي استاذ، يعني انا مو واصل الفكر مثلا. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى. الليل كل اذا كسلتي اتكسل طول النهار. سبحان الله، قلوب معلقه موصوله، صحيح. نشاط وفرح ان شاء الله، فرحي واحد ايش فرحي انا بنفسي، ابدا يومي بفرح. سمعا النصيحه، اذلك اذلك البنات ابو هناك الصغار، ايوه سمعا، مو تقول كان شوفوا شوفوا تعالوا سمعوا ماذا تقول. ما شاء الله، اذكر الانعام، ايوه. هنا تقول لش ابدا يومك بتفاؤل
واذكري نعم الله تعالى عليك واستبشري. تقول الله يرحمك من تخبشتي عن بس الله يرحمك تقول لك ذلك. صح صح اتذكر جدتي كذا تقول نفس الكلام. صحيح هي انك يوم تموت وتقول يا رب بخير. الله الله يرحمها يا رب. وقت الساعه وقتها وقتها وهي في مستشفى السلطان تموت هذيك احسن ساعه وساعه تضرب من اليوم تحولا عنا ذاك الساعه واحنا ما مستعدين على خير ما المستعان في الليل قيام الليل وقت الساعه وهي تموت الحين والساعه تضرب. سبحانك ربي الله يرحمها يا رب ويغفر ويغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب وعذر قيام الليل. سأل الله تعالى لها ذلك. الحمد لله الحمد لله الله يرحمها يا رب. بعدها في التلفزيون طلع قابوس وضحك صرت حمرة قالت لي وانا رجالة قابلتي اخبار الساعة 10 ما شاء الله كلنا رجال في التقابل قابلتي سعداء سعداء يا رب ان شاء الله جعلها ربي من السعداء. انزل الان الكسل يخلي الشخص يؤجل. على سبيل المثال يضع مبررات مثلا أذن الأذان حصلات الفجر كسلان مو يقول الله غفور رحيم شوفوا يضع إيش مبررات اعمل الحاجة الفلانية بعدين أو تجده إذا يمارس حاجة أو يسوي شيء تجده يسويها يومين وبعدين يتركها ما عنده الدافعية ما عنده الدافعية إنه هو يكمل أو يطبق على طول يستثقل فيكسل ولا يعمل وهذا معناه إنه الهوى هنا مسيطر عليه. وطبعا هنا الهوى كيف أصلا كيف 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 تقوت هذه العناصر عند الإنسان الشيطان اشتغل 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 وبعدين جهز الإنسان وخلى عاد الهوى وحدها تشتغل وحدها تلعب. رقم 5 قلنا الكبر والكذب والكلف والكسل والكمال. ايش يعني الكمال؟ يعني بغي الحل المثالي اللي ماشي منه. يعني مثل ما يقولوا ايش مثلا تجي تقولي لها مو رايش نحضر المحاضرة اليوم وكذا تقول ليش زين يوم احضر ضمنوا لي اروح الجنة. لا استاذ هم تعبوا العيال اكثر شيء ابغى ولدي الاول أبغى يعني كذا هم أكثر شيء نحن كنساء واجب لا هذا طموح. أيوة. الطموح شيء والاشتراط شيء ثاني. لا بس أستاذة أنت عارفة ابنش ما يطلع ابنش ما يقدر ما عنده القدرة بس لا بضغط عليه وبيستوي كذا وبيصير إن هذه ضغط الأم نفس الشيء هذا هذا مسمو هذا اسمه الوهم هذا اسمه الوهم بمعنى وهو قريب من المثالية. لأنه الوهم إيش يعني؟ يعني أنا عارفة والدي وعارفة قدراته لكن أتوهم إنه شاطر. وفي في كثير أمهات كذا يعني ما تصدق أو بمعنى صح كأنها تكذب على نفسها. هذه يعني عارفة أن ولدها هذا قدراته بس بعدين تروح تقول كله من الأساتذة أو كله من كذا وكذا. هذا هذا وهم. لكن المثالية أيضا هي إنه أنا أتوقع مثلا توقع معين. على سبيل المثال أتوقع أنه أنا دخلت في تجارة وهذه التجارة وأنا داخلها داخل التجارة يبذل فيها مجهود ثم ينتظر أنه هو مثلا يحقق الرقم الفلاني وهذا الرقم أصلا حتى عقليا مستحيل فيبدأ إيش يتعلق بالنتائج الكبيرة اللي ما تتناسب أصلا مع إمكانياته حتى فيعيش في وهم المثالية. وهؤلاء الذين يعيشون في وهم المثالية للأسف بعدين لما ينصدموا بالواقع مو يصير لهم يبدأ يفقد ثقته في نفسه وهو ما منتبه إنه أصلا هو متعلق بأشياء مثالية. فإذا قد تقول له خلل نعمل حاجة أيوة بس يعني مضمونة الجنة بيدخلون الجنة خلع عند الطبيب الفلاني أيوة بس يعني بشفى بتعالج طب أنت خلع نحاول لا يضمنوا لي أنه أنا أشفى فيريد دائما نتائج غير واقعية. فاللي يريد نتائج غير واقعية هذا بيتحرك بيتغير بينتقل ما ينتقل.
إذن هذه خماسية للأسف الشديد إذا عرف الإنسان بعد جهل أو بعد غفلة أو بعد لهو أو بعد لعب، فإن الحكم لخمسة. هل إجاباتك واحدة منهن؟ كبر، كذب، كسل، كمال أو كلف؟ أما إن كان الذي يحركك الله تعالى، بمعنى رغبتك في الحق وأريد الحق وأريد فعلا أبحث عن الحق، فإن الإنسان في هذه الحالة يجعله ماله يتحمل الحركة. طيب كيف أنتقل أو كيف أعالج مشكلة الخمسة أمور هذه؟ ما قلت استحيانا ولا تحقيق يعني استحيانا. ما هو ذا التعلق؟ هو ذا ما هو التعلق؟ هو التعلق هذا. لما أنا يعني أنا عارف أنه مثلا المفروض أتكلم، فإيش مخجل، خايف أن يزعل عني فلان، أو إذا قلت له ذي الكلمة عن مسمو يزعل مني أو ما يعقبه فيروح يسكت، هذا كلف أيضا، فهذا يخليه مثلا ما يطالب حتى بحقه ولا يغير شيء. طيب كيف أنتقل من حالة إلى حالة وأقضي على الهوى؟ رقم واحد، أن تكون من أهل السؤال. إيش يعني؟ ممن يسأل. وللأسف الشديد أغلب الناس لا تسأل، ما يسألوا. يعني أنا شايف نفسي أنه أنا في وضع غلط مثلا، أو أنا أتألم، أو أنا عندي مشكلة، عارف أنه عنده مشكلة، بس إيش يسوي؟ مو يقول حال نفسه إن الله مع الصابرين، وهو فاهم وعلى باله هذا صبر، ولكنه ما راح يبحث ولا راح يسأل. أيضا الله تعالى يعلمنا إن السؤال ماله يجب أن يكون معه دليل، لأنه قال تبينوا، صح؟ قال إنه تبينوا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق فتبينوا. فالأصل أنه أنا ما أي إجابة. ليش؟ لأنه أنا باي أبحث عن الحقيقة. في ناس تسأل صح، لكن تدور على مثل ما قلت لكم، تدور على شيء يناسبها، يناسب. فلذلك ما الذي يحركك للسؤال؟ الحق أم نفسك؟ في ناس تقول ليش أنا أسأل وأبحث، ولذلك الناس اللي تسأل وتبحث عشان نفسها ما تتحرك. لكن من يبحث عن الحق وش يقول لك؟ أنا قلت معلومة قبل، ولكني أعترف الآن أن المعلومة اللي قلتها قبل غلط، والله تعالى بيّن لي الحق فأنا أغير. هذا ما يعيبك، ما خطأ. يعني أنا كنت أعرف معلومة وبعدين هذه المعلومة تغيرت، إيش المشكلة؟ لأنه جات أدلة جديدة وضحت. فهنا معناه أنا فعلا أبحث عن الحق، ما مهم حتى لو أقول أنه أنا أخطأت، لو يكون ما أكون إن شاء الله، لو أكون رئيس دولة، الأصل أنه أنا إذا كان أبحث عن الحق أسأل تبين لي الحق. أنا كنت أظن أنه أنا على حق، لكن تبين بعدين أنه هذا اللي صح، ما إشكال أنه أنا تراجع. ليش؟ لأنه الأصل أنا أبحث عن حق. عشان كذا في ناس أحيانا يقولوا أستاذة تعبنا من حاجة، من ويش تعبتي؟ قالت ما عرفنا وين الحقيقة. قلت لها ما المطلوب منك تعرفي وين الحقيقة؟ المطلوب أن الذي يحركك هو الحق، ابحثي عن دليل. فما كان اليوم صحيحا ممكن بكرة يصير غلط، عادي، ما إشكال، ما إشكال، ما قضية. ليش؟ المهم أنك إيش؟ تبحث، تبقى تبحث وتتطور، لأن لكل مرحلة لها ظروفها. أنت لك ظروف معينة في هذه الفترة، كان هذه المعلومة اللي تناسبك، طب المعلومة تتطور شوية، لا هذه المعلومة اللي تناسبك، وهكذا، ما إشكالية. رقم اثنين سؤالي الآن، هل أنت مخلوق؟ سؤال بسألكم، هل أنت مخلوق؟ ها؟ أنزين، ماذا تعرف عن نفسك كمخلوق؟ ها؟ من جسد وروح، مو تعرفوا عن أنفسكم، ما تقولوا أنكم مخلوق، مخلوقات، بس يسد كذا نعرف مخلوقات، الله خالق وأنا مخلوق، بس الصلوات خمس، بس
يعني. إنزين، لكن كصفات ماذا أخبرنا الله تعالى عن أنفسنا كصفات؟ أكثر شيء حافظينه في أحسن تقويم. شيء مخلوق للعبادة. هذه التكاليف اللي قاسة تقوليها أنت، الأهداف من العبادة أو الأهداف من الخلق، من أن الله تعالى خلقنا، الغاية من خلقنا. السؤال هو ماذا تعرفي عن نفسك؟ أنت نفسك ماذا تعرفي عنها؟ مو تعرف عن نفسك. الإنسان ضعيف، خلق الإنسان تعرفوه ذي وما تعرفوه. إنزين، بعد عجبت وطلعت تعرفي. إذن عقول، ظلوم، جهول، هذه صفات صح؟ طيب هذه الصفات هل نحن نستحضرها عندما نبحث عن الحق؟ مثال يوم تتناقري مع حد، قال لش في يوم من الأيام قلتي يمكن أنا غلطانة؟ هل 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 فكرتي فيها؟ أيوة. لذلك المؤمن دائما إيش يسوي؟ يراجع. ولذلك أهل العلم لما يجيهم حد يقول لهم شيء معين أو يضدهم في شيء ما يردوا على طول، يسكتوا وبعدين إيش يبدأوا إيش يراجعوا هل نحن فعلا صح ولا غلط. ما يقول الشخص الثاني غلط، احنا في علاقاتنا منسوي. يوم ما أرد ذاك الرد المحترم ما يبرد فؤادي. طبعا أكيد هو الذي الله تعالى الذي يذكرنا، لكن الأصل أنا هل ممن يذكر الله تعالى عشان الله تعالى يذكرني أو يذكرني؟ فهي الفكرة، الأصل الإنسان أن يستحضر صفاته. فلما تبحث عن الحق حط في بالك أنه أنت ناقص صح؟ إيش يعني ناقص؟ يعني ممكن أكون غلط، أنه أنا ضعيف صح؟ يعني معناته ممكن يكون ما لميت بكل معلومات، أنه أيضا أنا فقير، أنتم الفقراء صح ولا لا؟ فلعلي فقير في العلم. نحن الفقراء وهو الغني. ممكن أكون أنا جاهلة. فدائما إذا تريد تبحث عن الحق أول شيء صحيح، الله المستعان. إنزين، الأصل إنه الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه ولو ألقى، يعني الأصل انته قبل ما تجي تبحث عن شيء. أول شيء حط في بالك ترى أنا ضعيف، أنا ممكن المعلومة ما عندي، فأحكم على نفسي أول شيء. الحين من ضمن الأشياء اللي الناس يعرفوها وهذه وقعت فيها، يعني هذا المطب وقعت فيه، صانوا بدميرة يعني ما تحسبنا ذي بقاسة حاضر يعني هناك خيارية خوتها، لا أدمر عنكم. تعرفوا لما يصير أنه نعرف معلومة، يعني يوم يكون عندنا معلومة، على سبيل المثال مرة كنا نتكلم عن الشخصية النرجسية أو أنواع الشخصيات، فتكون أنت تعرفي معلومات عن الشخصية النرجسية، فبدل ما أجلس أقول أن يكون في أنا هذا الصفات، مو أجلس أسوي تعالوا صح فلان نرجسي، أوه تعالوا صح فلان نرجسي، عقب نوبة فلانة نرجسية لأنه فيها هذه الصفات وانتي لنا ما أنا حشاي. فأبدأ إيش أسوي لما أبدأ أوزع الناس وأحكم عليهم؟ كيف أتعامل معهم؟ كيف تتعاملي معهم؟ خلاص ما حطيت له، ما صنفتهم، كيف يكون تعاملي معهم؟ وهذا اللي واقعات فيه النساء المتزوجات، حاضرة محاضرة في علم النفس عن الشخصية النرجسية، وقال قالوا له هذه صفاتهم هذه صفاته هذه صفاته، جات الحرمة شافت صفتين ثلاث ما عليك طلعت نرجسي صبر علي. راحت البيت قال لها أنا براويش النرجسي،
وعطاها بشغلها. ليش حكمت؟ طيب انتي لحظة، المعلومة اللي خضيتيها ليش مباشرة رحتي طبقتيها على الآخرين؟ وهذه مصيبة الإنسان، إنه إذا عرف طبق على الآخر، فطبق على نفسك. ولذلك ابدأ بنفسك، إذا تريد الحق أول شيء ابدأ وطبقه وشوف، حتى ما تعطي، ما تحكم على إنسان حكم وانت أصلاً عافيت نفسك وكأنك انت يعني المنزه وما عندك أغلاط وما عندك شيء. فهذه مصيبة المصائب. الله سبحانه وتعالى قال وقد أفلح من زكى. يعني إذا أنت تبقي بنفسك كانش تزكي نفسك أصلاً. اي والله، إننا نعرف ولا نعمل، هذه مصيبتنا. أيضاً اعرف حاجاتك واعرف شهواتك. يعني ايش؟ ايش يعني؟ او رغباتك. لما تبحث عن معرفة او تبحث عن معلومة تغيرك، اول شيء شوف هل هذه المعلومة اللي حركتها لي حاجة ولا رغبة؟ ايش الفرق؟ الرغبة إلى فترة معينة والفترة. الرغبة فترة؟ أما يعني الثانية لا مستمر. أيوة، إذن الرغبة فيها لذة، الرغبة فيها، لكن الحاجة مو فيها، فيها ألم. الحاجة فيها ألم، وبالتالي أنت تهلك دونها، أنت تهلك دونها، لكن الرغبة فيها إيش؟ لذة. ولذلك أحيانا في ناس تدخل دورة مو اللي محركنها، فضول، فضول، تبى تعرف معلومة، رغبة. فإيش تسوي؟ تشترك، وممكن ما تعرفيها كم تدفع، بس لأنه فضول، رغبة الفضول. فمو تروح تشتريها وبعدين تكملها، لا تكمل ولا تطبق ولا تسوي. أيوة، فما الذي حركها؟ فإذا لابد أن تعرف ماذا وراء السؤال. يعني أنت ما راح تسأل والآن بدأت تتبصر في نفسك. رقم ثلاثة، اسأل نفسك هل هذا السؤال اللي بسأله لحاجة ولا لأنه أنا عندي فضول؟ لأنه إذا كان فضول، لما عملنا علم الحرف، سوينا دورة علم الحرف، أنا ما أعطيتكم ذاك التمرين اللي هو ما الحرف مسمو حل لكلمة واحدة ولا اسمك. جاءتني واحدة رسلت لي هذا اسمي، يلا حليلي. قلت المنصة كانت تستري حليلي اسمي، حليلي حليلي اسمي صوت، وإحنا شرحنا طبقي، ما يبغى خمس دقائق ولا، والجدول موجود، بس اللهم مو تسوي تنقل ما ياخذ، قلت ما عندي وقت. ليش داخلة؟ إيش داخلة؟ هي داخلة لفضول ما، لا أكثر، لأنه اللي داخل عشان حاجة محتاج سيبذل جهد. لذلك يجب أن تعرف ما الذي يحركك. إذا كانت تحركك رغبة توقف، لأنها ما توصلك مكان. تأكد أن الذي يحركك فعلا حاجة، أنا محتاج لهذا العلم أو محتاج لهذه المعرفة عشان. ولذلك إذا كنت محتاج يعني أصبر عليها. تو الواحد إذا كان مريض ما محتاج دواء، إنزين الدواء يحرق، خلينا نقول الكيماوي، الله يشفي جميع المرضى يا رب ويعافي الجميع. اللي الكيماوي هذا ما عارف إنه يؤلم، لكن أنا محتاج لهذا الدواء، فإيش يصير؟ يصطبر على الدواء ويصطبر على الألم، لأنه هو بحاجة لهذا الدواء. فالأصل إنه أنا لابد أن يحركني الحاجة وليس الرغبة. طيب، أمر آخر، يوم تبغى تبحث عن حقيقة تساعدك على أنك أنت تتغير، تحكم بغضبك. إحنا ما لنا إيش مشكلتنا؟ هل إحنا يوم يستوي خلاف مو نسوي؟ أي اثنين لما يختلفوا ما الذي يدفعهم إلى الحديث؟ كل واحد يريد أن ينتقم لنفسه دائما. إحنا في أي خلاف بأي اثنين، كل واحد يفكر إنه إيش؟ ينتقم لنفسه.
هل نحن نفكر أن ننتقم للحق؟ ولذلك إذا كنا نسمح للغضب فمباشرة الغضب مو يخليني أقول كلام غير لائق وأفقد علاقاتي، وبعدين أكتشف في النهاية نهاية الأمر وإيش؟ والمصيبة ما كذا، أكون غلطانة وعارفة أنه غلطانة وأسكت سكوت وأكمل وزيد الطين بلة. ما في اعتذار، ترى لا يعتذر ولا يتكلم ولا يعترف. ليش؟ لأنه هو أصلا الغضب ماله محسسنا أنه هو إيش؟ صح. وهذا تصير أحيانا مثلا للأم لأنه غضبانة، طب ولدها يفهمها، يا ما فهم، ما أسمعك، ما تناقشني، إذا سمعي السبب مو قلت أنا أقول لك ما تناقشني، خلافة تكتشف أن ولدها سوى هذا الشيء لسبب كذا كذا كذا، تجلس في الليل يا الله ما يهون، إنزين روحي كلمي ما شيء، برايهم يتربي عشان يتعلم شوية. بنت الحلال جاته عقدة، الولد جاته عقدة وهي لا، مستحيل تتنازل، حال مقاتلة أمه. يعني المفروض مثلا تقول لي أنا تقول حل ولدها، أنا حسبت إن كذا كذا كذا، لكن أنت طلعت على صح، مفروض كذا يعني بدون ما نكبر السالفة وكذا. صح طبعا، لكن السؤال هو ذا الصح نسويه، هو هذا الأهم، أننا ننتقم للحق وليس من أجل النفس. وأحيانا حتى ممكن تكوني في نقاش وشخص كبير في السن وتجي تكلميه فيجي يقول لش من أنتي، كيف جاي تكلميني، من أنتي، ليش أنا كبير، إنزين أنا ممكن يكون عندي أنا الحق، أنا الصغير ممكن يكون عندي أنا الحق. ومن ضمن صفات يعني الحلوة في 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 شيخنا الخليلي، نعم، يعني ما نقدر إن نناقش الكبار كثير، يعني إذا شفناهم غضبوا خلاص نسكت عنهم، يعني أحس إن ما من أنا ترى ما أتكلم الحين عن، أنا أتكلم عن الشخص الكبير اللي مثلا ما يشوف نفسه إلا هو صح، يعني يغضب. طبعا على فكرة المشكلة إنه إيش، إحنا ماخذين معتقد إنه إذا كبير معنى ما يغلط. لا ما هذا المعتقد أستاذة، بس نحن من باب الاحترام مثلا إذا الشخص كبير وجو ومعصب ويعني غلطش بعض الأحيان خلاص تسكت. سأل السؤال، هذا احترام ولا خوف؟ لا ما احترام، لأنه الاحترام لا يجعلني أخاف. لا هو ما خوف أستاذة، هو احترام، لأن تعرف لو أنا. سأل السؤال، أنا لو باغية أعبر وأقول له ما المطلوب مني أصرخ ولا أزعق له، ترى فيه أسلوب، ما مهم هو يقتنع، ولكن أنا أعبر عن رأيي ما أسكت لأنه هو كبير. الحق أنا لو كنت أقول الحق فالحق هو الذي ينطقني الأصل، ولذلك أسلوب الحق ماله، أسلوب الحق دائما يكون وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أكلمهم بالأسلوب الذي يتناسب. هو عاد رفض، هذه مشكلته قضيته، لكن ما أكون أنا عندي دليل ومتأكد من ذلك الدليل وعندي قناعة ثم أجي أناقش، بس عند هذا الإنسان لا أنا ما ناقش، ليش؟ لأنه كبير احتراما، هذا ما له علاقة بالاحترام. الاحترام أي أن أكلمه بأسلوب لا يؤذيه، ما يؤذيه، لكن هذا ما يعني أنه أنا أوقف عن قول الحق، هذا اسمه خوف. لا أستاذة، يعني أنت ما تقدر فعلا، ما عندش القدرة إنش تكلميهم، ليش؟ لأن كل ما جيتي ناقشتيهم مثلا هم سريعين الغضب. هم سريعين الغضب، فأنت خصوصا في الكبار، يعني مثلا مقام خالش أو مقام همش أو مقام أبوش، واحد يعترف بالذنب. هذا اللي أنت تقولي عنه سريع الغضب، هذا سريع الغضب اسمه جاهل. انزين تو انا اخبرش ايش الاصل، ماذا تفعلين مع الجاهل؟ الجاهل تجنبه. نعم انا الان اتكلم عن شخص يصر على رايه ويتمسك به، ما اتكلم عن شخص اذا جيت اكلمه قال لي خطف عن وجهي وغيبي ما بغى اشوفش، انا ما اتكلم عن هذا الشخص، اتكلم عن شخص يتمسك برايه، اجي اناقشه ما يتناقش، لا انا رايي صح وانت رايك غلط، أنا هذا اللي أتكلم عنه. طيب هذا في هذه الحالة لأنه هو متمسك برأيه، هذا يخليني أنا أوقف وأقول أنا ما رديت عليه لأنه هو كبير،
لا اسمح لي، انت خايف. هو ما خاف استاذ، بس يعني مثل ما قلت لك يعني احترام. اسالك سؤال، اسالك سؤال، اسالك سؤال. مثلا مثلا بسألي السؤال وباش تجاوبيني عليه، الحين بطلع الاحترام، انا بطلعه، صبري. انزين بسألي السؤال عشان بس الناس، لانه احيانا واقعه في مطب انه هي معتقده انه هذا احترام. ابسالك سؤال، انت رحتي دوله، تمام؟ هذه الدوله، هذه الدوله فيها طائر في صفات ما موجودة في عمان، يعني طائر غريب، خلينا نقول فيه 7 ألوان مرة واحدة، وإحنا في حياتنا ما شفناه في عمان. إنزين رحتي وقلتي حال قدش، أنا شفت طائر، هذا الطائر كذا كذا ألوانه، قال ليش قدش مخرفة، مو تردي عليه، جاوبيني. ليش تراوي الصور؟ ليش ما قلتي أوقف احترام؟ ما علي، ما رد علي، برايا وخليه. ليش بغي تراوي الصور؟ ليش بغي تراوي الصور؟ سؤال سؤال سؤال، ليش الحين هذا بغي تراوي الصور؟ جاوبيني. لأنه إيش؟ لأنش على حق، لأنش شفتي، ولأنش على حق، صح ولا لا؟ هل منعك الآن سالفة الاحترام من عدتش؟ هذا هو ما معصب. الفك لا حول ولا قوة. هذا قالش إنش مخلطة عادي، هذا ما معصب. إذا كان هو سواها قضية خلاص. أنا الفكرة أنا قلت في فرق بين إنسان يعنف وبين إنسان أنا أختلف معه. الآن تكلمت الذي يعنف أو عصبي بمعنى إنه ما ممكن أتناقش معه، أنا قلت لكم هذا جاهل، فالجاهل الأصل ماله هجرهم هجرا خلاص ابتعد عنه. بس أنا أتكلم عن إنسان يمسك برأيه، بس ما جالس يغلط علي، هو ماسك برأيه، هي هذه اللي أقصدها. الآن من الشاهد، الآن من التجربة، الآن اللي قدامكم، الإنسان عندما يكون على حق ما الذي يحركه؟ ثقته، صح؟ ولذلك الإنسان المؤمنة لأنه يؤمن بالله، فمش إيش اللي يخليه يحارب الكافر أو يتكلم مع الكافر؟ إيمانه بأنه على حق، ولأنه يعرف أن هذا حق فتلقيه يندفع إليه. لكن لما يكون الإنسان ما واضح، أو بمعنى أصح ما واثق، ما واثق، فإيش تخلي، إيش يخليه يبرر حال نفسه ويقول احترام والله ما رديت عليه. مثل لما يصير ضرابة بين ثنينة، أو مثلا حرمة جات وداخل حرمة، خلينا نقول حرمة كبيرة، ما يزعلن منه الحريم الكبار، أحيانا يدخلن ويقولن كلمة توقع حال بنات، وهي باغية ترد، فمو تروح يا الله بس احتراما حال سنها، عقب يوم انه احتراما حال سنها ما ليش توكلي في فوادش. الأصل إذا احتراما يعني ما يوكلش فوادش، مرتاحة. إن أما إذا كان يوكلش فوادش معناته أنت فيش غضب وفيش كذا، بس ما قادرة. ليش؟ عن دقش كلمة، يعني قال انش انت مثلا كلمه توقعش، فانت ايش تنسحبي؟ هو يعني تردي كلمه بكلمه. انا قلت تردي كلمه بكلمه؟ هل انا قلت ردي الكلمه بكلمه؟ قلنا دائما التعبير عن الراي، الانسان الذي يعرف الحق يعرف كيف يوصله، الذي يعرف الحق يعرف كيف يوصله. على سبيل المثال، جاي اعرابي للنبي عليه افضل الصلاه والسلام، جاء إليه وقال له يا نبي الله، شوفوا 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 الإعراب ترى أشد كفرة، قال يا نبي الله متى الساعة؟ شوفي لو هو ما واثق. طب سؤال، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، الإجابة واضحة. فهو باغي يتحدى النبي، لو النبي ما واثق ما يقول له، بيسكت عنه، أسأل ربي وبرد عليك. بالله عليكم إذا كان النبي يرد بهذه الطريقة تثقي فيه؟ مو قال له، مو الإجابة اللي قال لها، وما أعددت لها. كيف نطق؟ ما الذي أنطقه؟
ثقته؟ أيوة. هل أبا؟ هل أهانه؟ ألجمه بس، لكنه غلط عليه؟ ما غلط عليه. فهنا عندما تكون أنت عارف أن المعلومة اللي عندي حق وفي إلي دليل عليها، تمام؟ إذن الإجابة وحدة بتعرف نفسها وطريقتها. أصلاً الواثق لا يتحدث لا بصوت عالي ولا يقول ما لا يرضي أحد، الواثق. فهي إذا كان سكوتك، يعني سكوتك من باب إيش؟ يعني من باب معرفة قدري وما بأهين قدري. نعم، في بعض الأحيان السكوت كما قلت لك هجرهم هجرا جميلة. ليش؟ لأنه أنا عارف هذا الإنسان ممكن إيش يغلط علي، فأنا عشان ما يتم الغلط علي أبعد. إنزين، لكن إذا كان لا، لابد من قولي كلمة الحق. طيب رقم 5 والأخيرة، ساعة كم إحنا؟ كيف كذاك؟ ما حسيت بالوقت. إيش الطار؟ إن شاء الله عليكم. آخر نقطة هي نقطة إياك وأن يعني تخفي النعم، وأما بنعمة ربك فحدث. إيش يعني؟ الله تعالى أعطاك نعم، سخر هذه النعم من أجل الحقيقة، سخر هذه النعم من أجل الحقيقة، هكذا أنت تتحدث بها. يعني واحدة الله تعالى معطنها قدرة على الفهم وسرعة الفهم، فبدل ما جالسة تبحث وتتبحث وتبحث عن الحقيقة، مو مسوت بعقلها. واحدة عندها تلفون، عندها جوجل بكبره بين قوسين، ما تريد تتعب نفسها، ما باغي شيء، لكن تعرف جوجل يوم يجي رمضان ابحث عن أطباق الحلويات عادي تدور، ما عنده مشكلة. لكن مسألة فقهية ماشي. وتلقي أيضا حتى المسائل الفقهية على سبيل المثال اللي هو الغسل والطهر الحيض، أسأل سؤال لحريم 11 شهر هي الموجودات، اشمعنا في رمضان الأمور تتغير؟ هذا دليل على كأنه العبادة فقط. أنت ما تصلي بقية الأشهر، فتزيد الأسئلة في هذه الفترة. وقالنا الحجاب هو الملازمة، أنا قلت يعني كل الفيديوهات ما شفت لها الفيديو، يعني احنا مو قلنا هذا الهوى دخل فيها الهوى. انزين ما قلتي لها؟ طب شوفي حاجة ثانية. بلا قلت لك انت ما تفهم بالعماني، ما تفهم صح لو نتكلم الغاز عربيه، هي تبغى عربيه فصيحه. وطبعا يعني هو ما يريدوا كما قلتي، ما يريدوا يبحثوا دائما عن الرخص، هذا نفسه اللي يتبع الرخص نفس الطريقة. لكن هي الفكرة انها تعرف ما تعرف اللغة. طيب الغاليات، احنا كذا وصلنا الى نهاية الجلسة، فأسأل الله تعالى انه يعني تكون الصورة وضحت الآن، ما الشيء الذي يمنعنا من انه احنا ننتقل او نتغير؟ خماسية قد تمنعنا من ان نصل الى الحق، كبر وكذب وكسل وكلف وكمال، وهذه الامور الخمسة علينا ان نعرف ايضا هي المسؤولة التي تنفي الاخلاص عن القلب.
بمعنى إذا كنت تظن أنك مخلص وفيك هذه الصفات، اعرف أن هذه الصفات تقتل الإخلاص وتميت الإخلاص. فلا بد أن الإنسان يعالج حسب ما قلنا، أنه أول شيء يتحكم بغضبه، يسأل من أجل الحق، يبصر في نفسه ويعرف حقيقة نفسه، وأيضا ينتصر لله ولا ينتصر لنفسه، يعني يبحث عن الحق ويقدمه على نفسه. ونكون بكذا يعني أجملنا ما قلناه في المحاضرة أو موضوع المحاضرة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير، وربي بارك فيكم ويسعدكم ويرضيكم.